لدخيل عينك يا أمريكا يا رئيس بوتين، أنتوا قوة دولة عظمى، يعني خلصونا من كورونا، صارنا شهر ونص والله ما خلينا فيديو ولا ما نشرنا، طلعنا هيك فيروس جديد، كلكم شي شغلة شي خرق كلب شي ضفدعة، كلكم هيك شغلة دوروكم، بحصلكم هون بحصلكم هون، يعني شعب جدي وأنتوا جحاش، وهيك نشرولنا شغلة جديدة وهلا طلعونا أوراد كله أظافير الإجرين، كله هيك شي شغلة محترمة، صارنا شهر بس في الغرفة في الدار عادي، يعني منضل سنة سنتين عادي إيش يعني بعد.